سبونج بوب، وقت الاستيقاظ. صباح الخير يا سيدي. وجدت حلا لمشكلة السطح الخاصة بك يا فتى. الآن يمكنك الطهو وأنت بالأعلى. شكرا يا مستر سلطة. الآن أبدأ بصنع المال لي. مش وقتي، ظننت أني لن أراك ثانية. لكن هناك شيء ما. ممتاز، مثل مطبخي القديم. نعم، أنا عالق فوق السطح. كيف سأنزل هذا البرجر إلى الزبائن؟ وجدتها. اهدأوا جميعا، مؤكد يمكننا التوصل إلى شيء ما لا يتضمن العنف أو إعادة المال. انظروا في الخارج، إنها تمطر سلطة برجر. أمان. واحد سلطع برجر ومشروب من فضلك. قلت ومشروب. هذا بارد، دفعت ثمن وجبة ساخنة. ربما لو صعدنا نحصل على وجبة ساخنة. إلى السطح. هيا هيا، سأفسح مكانا هنا. تعرف يا فتى، في البداية ظننت أنك خاسر، عديم الشخصية وغير ناضج وطفل منتحب خائف، لكن مطعم السطح هذا جعل عملي ينتعش. أتمنى لو أقنعت شفيء بالانضمام. أخيرا هذا المكان به بعض الرقي، أنا أستمتع بالعمل هنا الآن. عشرة برجر يا سبونج بوب. سأفعل يا مستر سلطة. مطر، لكننا تحت الأرض. نفقدهم، افعل شيئا. تمام يا سيدي. أنت يا فتى، كالسجن تماماً. ما أمر كل المحبوسين هنا؟ يجعلونني متوتراً قليلاً. حسناً، نحن نستخدم فكرة السجن. اقضي وقتك مع شطيرة السجن، تقدم في صندوق الحبس ولها رقم سجن خاص، تأتي معها قيود اللعبة. هذا صحيح، في مقرمشات السلطع يمكنك حبس جوعك والإلقاء بالمفتاح. تجنبنا الأزمة، حان وقت إخراج الشمشون من الحفرة. افتحها يا فتى. تمالك نفسك يا سجين، لدي زنزانة جديدة لك. نداء البريد يا أولاد، فلنرى من لدينا. توزي فور آيو ليفتي فاتس فينغرز أينشتاين ستريت
تشيكن فينجو لامي ويلز أنشاين بودي تريب. شكرا يا سبونجوب. على الروح يا رفاق. صباح الخير. جئت لأشرف على إطلاق سراح شمشون. انتهت عقوبته. ماذا؟ لكن لدي الكثير من العقوبات له. استمتع بسجنك الخالي من شمشون يا يوجين. أتمنى أن يستحق ما تدفعه من أجله. أدفعه من أجله؟ ترى ماذا يعني بذلك؟ المزيد من المارشميلو للكاكاو يا وابل. سبونج بوب، ماذا تفعل هنا؟ هل لديك أي فكرة كم يكلف جعل السجن إنسانيا؟ هذا الغطاء الدافئ، إنه طبقتان. هذا ليس فندقا فاخرا. هذا التلفاز ليس مجانيا، وأيضا كراسي تلقيك الفاخرة هذه. وهذا أكثر أخطائك ثمنا على الإطلاق. منذ الآن لا شطائر للسجناء. ولا طماطم أيضا. دعونا نبحث عن سجن آخر لنأكل فيه. يا لها من سرقة. لا 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 لا، عودوا عودوا، لا يمكنني تحمل خسارة عملاء المهمين. لقد دمرت. ماذا تفعل يا فتى؟ أصنع سلطع برجر. لا، صنعت آخر سلطع برجر لك. تعني آخر شطيرة في الصباح؟ لا، مطلقا. تعني الأخيرة اليوم على الإطلاق؟ لا، أعني على الإطلاق. انتهى، أنت مطرود. مطرود؟ ومستعد أن أعيد توظيفك. أرجوك أعد توظيفي يا سيدي، سأفعل أي شيء. إذن اتبعني. هذا مذاقه لذيذ. أوه لا، لقد فشلت ثانية. حولت مقرمشات سلطع إلى متحف؟ هذا صحيح يا فتاة، هذا كله تاريخ الآن. لكن أنت لديك أهم وظيفة على الإطلاق. تقوم بالجولات وتبيع الهدايا في متجر الهدايا. وماذا لو أراد شخص شطيرة؟ نحن لدينا الكثير من سلطع برجر ها هنا في الثلاجة. انتهى. رأيت؟ العملاء في المتحف يمكنهم طهو الشطائر بأنفسهم هكذا. نعم إنه مريح. رأيت؟ وماذا عني؟ اطمئن يا شفيع، أنت مطرود. وهل سيتم إعادة توظيفي في عمل جديد في المتحف أيضا؟ لا، أنت مطرود. ماذا؟ لن تطردني لأني مستقيل، معي خطاب استقالتي جاهز عزيزي مستر سلطع. هل لديك تذكرة؟ لن تكون هنا بدون تذكرة. ماذا؟ لماذا؟ أنت؟ أنا أقدم استقالتي لفترة طويلة، وأنا أعمل خادما تحت مخالبك الحقيرة، وأتمنى أن أستقيل. الآن أنا حر كي أعيش أحلامي كراقص باليه وأول عازف كلارينيت في فرقة قاع الهامور. وأخيرا سأنشر رواية المشوقة. أطلب منكينا للمائدة، لن أتركك تطردني. ياه مرحبا
وأهلا بكم في متحف مقرمشات سلطع، الموطن الأصلي لسلطع برجر، الآن متوفر في قسم المجمدات. ولا تنسوا شراء تذكار من المتجر. هيا يا فتى احضن المستقبل. ولهذا بنيت أبراج سلطع. من سيبقى في فندق في قاع الهامور؟ إنها مدينة بلا مناظر، لا يوجد شيء هنا إلا التعرض لقرص القناديل. تعالي. أليس جميلا؟ أين موظف الفندق الجديد؟ إنه أول نزيل، راقب كيف أعامله. مرحبا بك في أبراج سلطع، شعارنا هو لن نرفض طلب أي عميل مهما كان طلبه سخيفا. هذا رائع، أريد سلطع برجر مزدوجا بلا بصل. إذا أردت سلطع برجر احجز غرفة واطلب خدمة الغرف. أوه، لدي ساعة للغداء. جذبت العميل كمحترف. حسنا يا شفيع، مكانك في الاستقبال. أنا أريد سلطع برجر. الآن هذا فندق، إذا أردت سلطع برجر احجز غرفة واطلب خدمة الغرف. حسنا، سلطع برجر وغرفة مع الجبن. هل أضفت الجبن للبرجر أيضا؟ بسيط، أنت تعيش على بعد أمطار، لماذا تريد البقاء في فندق؟ أحيانا أريد الابتعاد عن كل شيء. واو، هذا الفندق فيه كل شيء. أعطيني هذا، وقف الدفتر. هل هناك اختبار؟ أنا لم أذاكر. بسيط، يجب أن تكتب اسمك فقط. حسنا، هل تمانع؟ لا تغش. تفضل. هذا يكفي، مفتاح غرفتك. أحتاج من يحمل حقائبي. كيف؟ معك حقائب؟ عرفت عن الفندق للتو؟ هذا فندق؟ سبونج باب. نعم يا شفيع. اصطحب بسيط وحقائبه إلى غرفته. ماذا عن سلطع برجر؟ واحد سلطع برجر. شفيع، احمل حقائب بسيط إلى الغرفة. سبونج باب، أعد سلطع برجر. مستر سلطع، ما الأمر؟ ألا تحب العمل اليدوي؟ أنا شفيع ويجب أن أعمل لأكسب رزقي. حسنا، هيا يا بسيط. هذا المصعد للنزلاء فقط، اصعد في مصعد الموظفين. ماذا في الحقائب؟ صخور؟ صخور؟ لماذا وضعتها في حقائب؟ أنا لا أملي عليك ما تفعله. ها هي غرفتك. واو، إقامة سعيدة. شفي انتظر. حافظ على هذا المستوى وسأعطيك المزيد. سلطع برجر يا سيدي. شفي، صخرة جميلة. انتظر يا سبونج بوب. تفضل يا عزيزي. أشكرك يا بسيط. هناك المزيد من هذا يا صاحبي العزيز. شفي، ماذا تريد؟ لا أحب القشرة في الشطيرة. خبز كله قشرة، كيف أقطع القشرة من الخبز؟ قشرها. سعيد. خدمة الغرف، 50 سلطع برجر كما طلب. هل قدمت لي خدمة أخرى؟ لما لا تطلب من سبونج باب؟ فكرة جيدة. كيف أخدمك يا سيدي؟ أريدك أن تتناول سلطع برجر معي. يسعدني هذا. انتظر شفيع، بسيط يحتاجه. ماذا؟ لماذا لم يخبرني قبل أن أنزل من الدور العلوي؟ هو لم يرغب في إزعاجك، لكن غير رأيه. أشكرك يا شفيع. مستر سلطع، هذه سخافة، بسيط يتصرف بشكل غير منطقي. فليتصرف كما يحلو له. الشعار يا شفيع، الشعار. لكن يا مستر سلطع، لا ترفض أي طلب. ألو يا مستر بسيط، تريد أن يصعد شفيع إليك؟ سيصعد على الفور. فقط يا. لا
لماذا أضع فقاقيع من أجلك؟ لأن مستر سلطع قال إنك ستفعل. احرص على أن تجعل ظهري لامعا جدا. أعطف الكيل، لن أتحمل. شفي انتظر، تعطل الحمام مجددا. انتظر، لا تأخذ هذا المصعد، أنت موظف. ليس بعد الآن، أستقيل. تستقيل؟ لا يمكنك هذا. أخيرا، مكان مناسب يتجمع فيه المراهقون. لؤلؤة أنت عبقرية، العملاء المراهقون الجدد. مسكين شفيع لا يعرف معنى التطور، أنت سيدة أعمال رائعة. أشكرك يا سبونج بوب، نظري سليم جدا. المراهقون جائعون، إلى الشواية. العملاء رائعون لكن الشواية أروع. سبونج بوب، الطلب. 2 سلطة. لا أعرف ما هذا، سأتطور، لا أريد أن أكون مثل شفيع. لكن ما هو الشيء الذي يسمى سلطة؟ تفضلي، 2 سلطة. أوه مقزز، هذه ليست سلطة. أعد هذا وتخلص من الخبز والبرجر والبهارات. لن يتبقى إلا الطماطم والخس. تماما، لا بأس. حسنا، لا خبز، تطور، لا برجر، تطور. نعم، هذه آخر صيحة في عالم الوجبات. هذا رائع. 2 سلطة. هذا رهيب، لا أريد أن أفكك شطيرة سلطة برجر اللذيذة بعد اليوم. قلبي لن يتحمل هذا. أين شواية؟ هيا يا سبونج بوب، أنت فتى عصري، تعرف أن الطعام المشوي غير مطلوب. فهمت. انظر إلى القائمة التي أعددتها. سلطة وشاي. أين سلطة برجر؟ أوه ليس آخر صيحة، ولن تحتاج هذه بعد اليوم. لا. سأكلفك بعمل أكثر متعة. هل تريد توصيله؟ أنا في طريقي إلى مؤتمر الحمقى الكبار. هذا أمر مهم، إنني طباخ ماهر، يمكن أخذ ملعقتي، لكن إذا أهينت كرامتي يثور غضبي. سوف أدخل إلى مكتب مستر سلطع وأخبره أن هذا لا يطاق. مرحبا بشفيع، نحن مستعدون للانبهار بمطعمك الخمس نجوم. انتظر يا بصرة، يجب أن أخبرك. تخبرني ماذا؟ إنك أنت شفيع حبار الذي أجمع الطلاب على أنه سيبيع بيضا بعد التخرج. تحاول أن تقنعني بأن كشك البرجر أصبح مطعما خمسة نجوم. نائدة بو، سأتولى الأمر فورا. كيف فعلت هذا؟ الأمر سهل بعد تنظيف عقلي. ماذا عن سلطة وبسيط؟ توليت أمرهما. تفضلوا من هنا. مساء الخير، أقترح عليك طبق سلطع المخصوص، نعده من أفخم الطحالب المستوردة المحشوة بالأعشاب المزروعة في حديقتنا الملفوفة في رقائق من البصل المحمر، ونقدمها مع مجموعة من الشعاب المرجانية النادرة. هذا مدهش. شكرا يا سيدي. اقرصني، إنني أحلم. إذا أردت شيئا ناديني. سبونج بوب، لا أعرف كيف أشكرك على كل ما تفعله. الطعام الراقي والتنفس هما ما أعرف. نجحت، لا أصدق هذا. بصلة صدق أنني أمتلك مطعما خمس نجوم، يجب أن أتفاخر أمامه. إنني أنتظر يا بصلة. حسنا، أنا أعترف، كل شيء رائع، الطعام والمكان، لا خطأ في أي شيء. إذن أريدك أن تقرأ هذا. شفيع حبار، وأريدك أن تضع هذا. شفيع حبار يمتلك أرقى. مرة أخرى، شفيع حبار يمتلك أرقى مطعم في قاع الهامور. شفيع لا يبيع البيض. شفيع يا
يجب أن أخبرك. شكراً. الذي بهرني هو نادل المطعم العبقري، كأنه لا يعرف شيئاً إلا الطعام والتنفس. يجب أن أعرف اسمك. اسمي؟ نعم اسمك يا فتى. اللحم المشوي. لا اسمك. الشوكة على اليمين. كف عن المزاح، أخبره باسمك. اسمي؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ليس لدي معلومات. هيا يا فتى، ما اسمه؟ ما اسمه؟ لا أعرف لسه. لا أعرف ماذا حدث للنادل. إنه المزيد من الحساء لذراعك. استمتعي بطعامك. هل تريد قليلا من الجبن؟ اهربوا بحياتكم، إن المقبلات قادمة. ستنظم زفافي. يشرفني يا مستر سلطة. رائع، هذه ميزانيتك. مستر سلطة، سأمدد هذه العملة حتى تتوسل لأتركها بدون إهانة للعروس. تفضل الأحمر أم الأصفر؟ تدا! والآن سيقوم الثنائي بتبادل العهود. يوجين، لديك كل شيء أردته في الرجل: هيكل قوي، وعينان طويلتان فظيعتان، ووصفة سلطة برجر السرية. كاشينا، جئت إلى حياتي عندما ظننت أني سأقضيها وحيداً. أوضحت لي الأمر جيداً. المال لا يمكن أن يشتري الحب، لكنه يمنحك الحب. الآن قبل العروس. لا، ماذا عن الباقة؟ الباقة قادمة الآن يا سيدة سلطة. أمسك! لقد فوز! لقد فوز! لقد فوز! من المؤسف أن شمشون ليس هنا. من يظن أن يوجين خفيف على سيقان السلطعون؟ أياً كان ما تريدين، فقط اسألي. أريدك أن تخبرني بوصفة سلطع برجر. ماذا؟ الوصفة السرية تغلق عليها قلبك. افتح قلبك لي يا يوجين، دعني أدخل. حسناً، أي شيء من أجلك؟ أنا سأهمس بها لك في حالة ليس هناك أحد قد يسمعنا. لا، ها هي قادمة. حسناً يا عزيزتي، ها هي. أصبحت عاطفياً قليلاً. تعرفين، أنا لم أخبر أحداً بالوصفة السرية من قبل. إذن ها هي. هيا يا سلطة، أخرج كل شيء. شمشون؟ لا لا، لست شمشون، أنا كشينة. عروسك الجميلة. أنا جميلة. أيها الوحش. أنت لن تسحقني؟ كنت وحيداً لفترة طويلة، ولأول مرة يكون لدي شعور تجاه أحد أو شيء ما، أعني رزمة من المال. كان الأمر أروع من الحقيقة. ربما كاشينا ليست حقيقة، لكن مشاعري كذلك، صدقني. تمالك أعصابك قليلاً يا سلطة. شمشون، هل تقول إن الأمر مجرد خدعة منك؟ أنا أحب كاشينا. أنت مجنون، سأخرج من هنا فوراً، ويوم ما تلك الوصفة ستكون لي مؤكد.
باريس يا رجل. ايه بدأتم خدمة البيع للسيارات؟ بدأنا؟ رائع. أريد 3 سلطة برجر حجما كبيرا، 3 بطاطس مقلية، وطلبين من حلقات سلطة حجم عائلي. معجون وأسنان؟ لا أعرف كيف تخطر لي هذه الأفكار، لكن هذه الفكرة مدهشة. سنبدأ خدمة البيع للسيارات. البيع لل... حجم كبير، 2 حجم متوسط. أكره عملي. معذرة، أريد أن أطلب طلبية. أهلا شفيق. مستر سلطة، لقد تعبت من الجري بين المطبخ وهنا، أجد الأمر مرهقا ومضيعة للوقت. مدهش. والآن كيف يمكنني أن أصل إلى سبونج بوب كي أعطيه طلبات العملاء؟ حللنا المشكلة. شفيق أهلا. هذه الأيام تجعلني أتمنى لو كنت التحقت بالجامعة. والآن سأحصل على سلطة برجر بأسهل طريقة ممكنة، وسأطلب واحدا. أريد 1 سلطة برجر رجاء، مع الوصفة السرية. مرحبا. هل هذا الشيء الأحمق يعمل؟ سيد شفيق، أي عملاء؟ أنا لا أسمع. أوه، ها هو عميل قادم. هاي هاي، أنا هنا أنا هنا، ابتعد. سلطة برجر كبير مع البطاطس. مع البطاطس؟ أمرك، سأتيك بطلبك فورا. ماذا؟ المطعم مغلق، لماذا لم تخبرني بهذا؟ تفضل يا سيدي، الصلصة داخل. هل طلب أحد سلطة برجر؟ لا أحد؟ حسناً، سأرميه في القمامة. الوجبة جاهزة. ارفعها إلى هنا. حالاً يا عضلة. هيا يا فتى، أنت لها. ربما لا. مستر سلطة، أنا قلق. ولماذا يا سبونج بوب؟ لأنني لم أصل إلى نافذة سيارة عضلات. حسناً، هناك حل لكل مشكلة. هكذا حللنا المشكلة. ما سبب كل هذه الضجة؟ ما سبب التعطيل؟ طابور انتظار العملاء كيلومترات. هذا لطيف، أمر شيق. يبدو أنني سوف أتقاعد عما قريب. العمدة؟ مستر سلطة. سيد العمدة، البلدة كلها متوقفة لأن خدمة السيارات هنا بطيئة. حسنا، لا تقلق يا سيد العمدة، هناك حل لهذه المشكلة أيضا. هكذا، لدينا شباكان لخدمة السيارات، طابوران، وسأحصل على النقود أسرع. هذا يحل المشكلة. حسنا، أعددت 2 سلطة برجر مع البطاطس والجبن. طلب جديد على الفور. أسرع، هناك أكثر من 20 طلبا. أكثر من 20 طلبا. لا، ليس هذا، شباك آخر. أنت متأكد؟ يبدو أن العملاء هنا جائعون أيضا. وهؤلاء العملاء، إلى الوراء، خذوا شفيق. لا أنا. أهلا شفيق. مستر سلطة، يجب أن نفعل شيئا، الجوع يدفعهم للجنون، سيثيرون الشغب. لأول مرة هو محب. مهلا يا أولاد، مهلا. ألا ترياني أنكما تبالغان في الأمر؟ يعني لا أعتقد أن هذا الشغب. حسنا، لا تقلق، سأحل المشكلة. منافذ أخرى للسيارات والنقود. هل هذا صوت رقائق البطاطس؟ لا تقلق يا سيدي، سنحل المشكلة. قد نحتاج مزيدا من المعجون. ستدعو سبونج بوب يزين المكان؟ هل نسيت المرات التي زين فيها سبونج بوب المكان؟
تتولى المهمة؟ لا. إذن أغلق فمك. سأحكم إغلاق فتحة الكلام يا سيدي. أحسنت يا فتى. ماذا هذا فقط؟ الزينة. تمام. الأمن. تمام. نريد سلطة برجر. نريد سلطة برجر. نريد سلطة برجر. حسناً. افتحوا آذانكم. جاءت هذه الجموع من مسافات بعيدة لأنهم يحبون سلطة برجر. نريد أن يحسن الجميع الموظفين التصرف. هل فهمت ما يقوله يا سبونج باب؟ كل كلمة يا شفيق. كل كلمة. لندخل العملاء ولنبع سلطة برجر. لا أصدق ما أرى. حبار متجمد. سأخرج بعد قليل. مرحبا يا بدائي. سبونج باب، هل هذا أنت؟ سبونج باب؟ لا، أنا سبونج ترول. أهلا بك في المستقبل. ماذا؟ أهلا في المستقبل. المستقبل. حسنا، ماذا يجري هنا؟ لماذا كل شيء من الكروم؟ كل شيء في المستقبل من الكروم. يا خبر. مستحيل، إنه يكذب. إنه محق. بالطبع أنا محق يا شفيق. اسأل نسخي الأخرى. سبونج ترون هاء واو ياء. هل بقية حروف الأبجدية لها صلة بهذا الأمر؟ نعم، 400 حرف. المستقبل. 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 أشكرك. أنصت. أنصته. أنا لا أنتمي إلى هنا. هذا الأمر غلطة كبيرة. أرجوكم، يجب أن نفعل شيئا. صيد القناديل. هل قال أحدكم صيد القناديل؟ أهلا يا بصوت. أنصت إلي. أنا لا يجب أن أكون هنا. يجب أن أعود إلى المنزل، إلى فترة زمنية. يجب أن أعود. لماذا لم تقل هذا من قبل؟ آلة الزمن في نهاية هذا الممر. هذه كانت فتاحة العلب. جرب الباب الآخر. ما كنت لأختار هذا الديكور. ما هذا؟ إذا كان سبونج باب متواجدا في المستقبل، من الأفضل أن أعود إلى الماضي. أهلا
أهلا بكم في الاثنين المزعج. إنه عيد ميلادي. هل يمكنني أن أقدم؟ هل غنيت أغنية مطعم الاثنين المزعج لولدي؟ عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. شفيق، هل يمكنني التحدث إليك؟ ما هو شعارنا في مطعم الاثنين المزعج؟ خدمة من القلب مع ابتسامة. حسنا نعم، لكن بروح الاثنين المزعج العالية. والآن يا شفيق، لا تريد أن تذهب إلى مدير شؤون العاملين؟ صحيح؟ إذن ما شعارنا الجديد؟ خدمة من القلب مع ابتسامة. لقد فهمت الأمر. أهلا يا سبونج بوب. مستر سلطع، ماذا تفعل هنا؟ التقاعد ليس ممتعا، أنا مساعد النادل هنا. حسنا يا بني، لقد بدأت تفزعني. كنت أعرف أنك ستعود، كنت أعرف. حسنا يا فتى، هيا إلى العمل. هاي هاي يا سيدي. لم أعد مديرك بعد الآن، نادني سلطع فقط. هاي هاي سلطع. أهلا شفيق. أهلا سلطع، هل نظفت هذه المائدة من أجلي؟ على الفور، تعرف لم أرك سعيدا هكذا من قبل. نحن مراقبان. هذا الرجل مزعج أكثر مني، أليس كذلك؟ سلطع، أريدك أن تقرأ صفحة 20 من جليل العاملين مرة أخرى. لا أحتاج قواعد كارل السخيفة. من الأفضل أن تلقي نظرة. ما هذا؟ ساعدني. أهلا يا رجال، ماذا يحدث هنا؟ أوه كارل، كنت أذكر سلطع بالمادة 24 من الفقرة الثالثة في دليل العاملين. كف عن الثرثرة وارفع الأطباق. أحسنت يا شفيق. ما الذي فعلته بشفيق الحقيقي؟ كلما قلت معلوماتك كان أفضل. ما الذي يحدث هنا؟ أين سبونج بوب؟ سلطع برجر. حاولت أن أخبرهم لكنهم لم ينصتوا إلي. إن هذه سخافة. كارل، أريد أن أتحدث. بقية نقودك ورقة 75 قرش. خزينة نقودنا علي. لا يا كارل، ما الذي فعلتموه بمطعمي؟ سلطع برجر مصنع وخزائنه عالية. انظر حولك، إن عملاءنا سعداء بكل ما هو مصطنع ومتوسط الجودة. هذا لأنهم لا يعرفون ماذا يأكلون. معذرة يا سيدتي، أتعرفين على ما يحتوي سلطع برجر الذي تأكلينه؟ لا. بدون الدخان والمرايا لن يأكل أحد هذه القمامة. ماذا قال؟ قمامة؟ سلطع، لقد خالفت العقد الذي بيننا. قواعد، ها هي قاعدة لك، لن يأكل الناس مقاعد زجاجية. سأريك ما هو التشغيل الآلي. سيد بلاندي، أمر طارئ، تمرد. مستر سلطع، هل هناك مشكلة؟ نعم هناك مشكلة كبيرة، كنت أقبل الأرض التي تسير عليها بلاندي، لكن بعد أن رأيت كل هذا أنا لم أعد أحترم ما يحدث هنا. سلطع برجر يجب أن يعد يدويا واحدا في المرة، لا على حزام النقال. يا إلهي، إذن ألن أحصل على علاوة؟ لقد دمر. يجب أن نبيعه، نكون محظوظين إذا حصلنا على 20 ما دفعناه. أنا سأشتريه بكامل الثمن. اتفقنا، لن نحتاج عقدك بعد الآن، ساعدنا بالتعامل معك. الشرف لي أنا، والآن اخرجوا من مطعمي.